شهدت إمارة الفجيرة وخرفكان والذيد ومدن ومناطق الساحل الشرقي للدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة، وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة. وتركزت الأمطار على منطقة نزوة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين، فيما شهدت مدينة خرفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الأماكن المنخفضة. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطب الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.